ماذا يشغلك يا ابن العم؟ جبل من الهم يا بنت العم ينوء به كاهلي، ولا أدري كيف أتخلص منه أو أتخفف منه. إذا كان أمرا من أمور الرعية فانظر في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم تجد فاستشر أصحابك الفقهاء. أشاروا علي بإطاعة ولي الأمر. طاعة ولي الأمر شيء أوجبه الله ورسوله، وليس فيه اجتهاد أو مشورة. استفت قلبك وإن أفتوك. فهو أمر لا يطمئن إليه قلبك؟ نعم، صدق نبي الرحمة، البر ما اطمأن إليه قلبك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ما يطمئن إليه قلبك. فعلت، خالفت ولي الأمر. ما لي ولي الإمارة؟ ما لي ولي هذا الأمر كله؟ يا أبا عبد الملك، هون عليك، فقد أرادها الله لك وأعانك عليها فأحسنت إلى الناس. وأسأت إلى نفسي. ما أسأت إلى نفسك أبدا منذ توليت الإمارة. كيف السبيل إلى العفو عن ذلك الرجل؟ كأني أكلم نفسي يا أبا عبد الملك. لا تؤاخذيني يا فاطمة، فأنا مهموم، لا أدري ماذا أفعل إذا لم يقبل الوليد شفاعتي في ذلك الرجل خبيب بن عبد الله. وكيف تشفع له وقد أمرك أمير المؤمنين بإقامة الحد علي؟ وكيف أطيق أن أسمع صرخة رجل يجلد؟ لا أستطيع، لا أستطيع. ستغضب أمير المؤمنين. سأرحل إليه بنفسي. أترحل من المدينة إلى دمشق لتشفع في رجل سمعت منه أضعاف ما بلغنا عنه أيها الوالي؟ يا أمير المؤمنين، ذلك رجل قتل أبوه وبعض أعمامه وذوي قرابته، وهو رجل أعزل ضعيف، لا حول له ولا قوة، ولا خطر منه ولا خوف. ألم تسمع منه ما هو أشد من وقع السهام ولم تعاقبه؟ لقد أخذته بالرفق والحسنى حتى أمسح بعض ما في نفسه من الضغينة، وأداوي بعض جروح القهر وما يشعر به من الظلم، عملا بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. كأنك لم تقم عليه الحد كما أمرتك. لقد حبسته حتى يرتدع، ثم جئت أسألك العفو عنه. ليخرج من السجن هاتفا باسمك، جامعا للغوغاء من حوله، داعينا للأمير العادل بطول العمر والبقاء واليا عليهم، أو بما هو أكثر وأخطر. يعلم الله أني لا أهتم بمثل تلك التفاهات، وأربأ بك أن تهتم بها أو بمن ينقلونها إلي. أليس ذلك صحيحا؟ أنت تعرف أني زاهد في الأمر كله، وأعلم أني لم أقبل الولاية على المدينة والحجاز إلا لأتقرب إلى الله بما هداك إليه من عمارة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن عملك كله خيرا، فلا تفسد على الناس فرحتهم ورضاهم ودعاءهم لك بما فعلت من خير لله ولبيته الحرام ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولروضته الشريفة. فاعف عن الرجل، والعفو أقرب للتقوى. فإن عفوت عنه وأطلقت صراحة
ولم أقم عليه الحد، ثم خرج من السجن أجرأ وأشد وأعلى صوتا، وجمع حوله 1000 رجل مثله وربما أكثر. فماذا تفعل؟ أحبسه هو ومن معه، وأقيم عليه الحد وحده عبرة لهم. سنرى أيها الأمير الفقيه، أو الفقيه الأمير. أصلحك الله وأصلح بك يا أمير المؤمنين، ما دمت قد عفوت عن ذلك الرجل الذي حبسه عمر، فهل لا شمل عطفك ذلك الشيخ الكفيف الذي حبسه الوليد أمير المؤمنين؟ كلا كلا، فهل تأذن لي أن أزوره؟ كلا. إذن لي بالعودة إلى المدينة. قبل المودة في القربى، سأزورهم ثم أرحل. كلا، لن ترحل قبل أن نسهر الليلة معا، فقد اشتقت إلى مجالستك وسماع حديثك بعيدا عن الحكم وهمومه. اذهب إلى من تتلهف إلى رؤيتك وكأنك ولدها ولست أخاها الأكبر. هكذا هي كأنها أمي، ولو أنها أختي الصغرى. لذلك سماها أبوها أم البنين. أيها الابن العنيد. أستأذن يا أمير المؤمنين. أخي، أبي، قرة عيني. السلام عليك يا أم أخيها. سلمت لنا ولأحبائك يا أبا عبد الملك. دموع الفرحة يشوبها شيء من الحزن والأسى، فما الخبر يا بنت أخيها؟ إذا رجع مولاك أمير المؤمنين فأخبريه على مسامعها أني أشتاق إلى تفاح إرمينيا وسفرجل خراسان وعنب اليمن وزيتون سيناء وتمر الحجاز. كل هذا يا مولاتي؟ هو أكثر. أريد ثمار الأرض العربية كلها. اذهبي. أعتقها وتزوجها. شيء أحله الله. يتزوج خادمتي؟ من يدري أين هو الخادم والمخدوم؟ ألم تسمعني؟ ألم تسمع ما فعله الوليد بأختك أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان؟ لم يفعل إلا ما أحله الله. لم يجد إلا خادمتي. الناس سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق نبي الرحمة. نعم، ولكن ألم يجد إلا خادمتي. بالأمس كنت تغضبين من مقولة كهذه، كانت تقولها واحدة منا، كانت غاضبة مثلك من رجل هو أبونا، لأنه تزوج من امرأة قيل عنها إنها بنت راعية الضأن. أنت يا عمر، أنت تقول هذا، تساوي بين أمي وبين تلك الخادمة. أفلحت خادمة الوليد. وبعد شهور تأتيه بالوليد حفيدي كسرى. كسر الله أنفك. مالك كسرى وقد راح وراح زمانه وانهدم إيوانه، وتلك الفتاة دنيا ما شأنها بكسرى؟ دنيا، هذا اسمها الذي أطلقته عليها لعلي أملك بها الدنيا. فما اسمها الذي أطلقه عليها جدها كسرى إن كنت صادقا ولا أظنك؟ اسمها شافري بنت كسرى ابن فيروز ابن يزدجرد آخر ملوكنا. هذا نسب ينكر وكذب أكبر. صدق أو كذب، ولكنها نجحت فيما فشلت فيه خادمة عمر. عمر ليس كغيره من الرجال. هذا درهم، درهم. اخرج من هذا الباب.
هنا. هيا هيا. أشم هنا رائحة خيانة. مرحبا بك في دمشق أنت ومولاك. أين أولادي يا شعيب؟ ها؟ كأني كنت خادمهم أو حارسهم أو عمهم أو خالهم أو سيدهم. أين أولادي سيدي؟ لقد أخبرتك من قبل بما بلغني، وإن لم تصدق فارحل خلفهم واسأل عنهم حيث كنت، في خناصرة أو في إرمينية أو في أنقرة أو في هرقلة أو في بطون الوحوش أو في بطن الأرض التي تأكل كل شيء ما عدا الذهب. أتبكي يا مسكين؟ تكلم. ماذا أقول؟ أنا لا أقول إلا ما حفظته من كتاب الله، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، صدق الله العظيم. دعنا من أحاديث النساء وغضبهن وغيرتهن من بعضهن، وأخبرني كيف صنعت تلك الفوارة التي يتناقل الناس أخبارها. أنا لم أصنع شيئا، فالماء ماء الله، أراد أن يسقي عباده فألهم البعض فحفروا، فتفجر الماء سقاية وغيثا ورحمة بزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لم تسألني أين أخي ولي العهد سليمان؟ سألت فعلمت أنه استأذنك في الخروج إلى البادية. هكذا دأبه، مولع بالصيد والخيل وشيء من اللهو ومجالس الشعر والغناء، ولا يكاد يعلم شيئا عن الحكم وشؤونه. لو فتحت له صدرك وقربته منك ومن مجلسك لعلم ما لم يعلم. حاولت يا ابن العم، حاولت دون جدوى، وأخشى ما أخشاه أن يدركني أجلي ثم يتولى الخلافة من بعدي فيضيعها. لو كنت قبلت ولاية العهد لكنت اليوم وليا لعهدي، ولما خفت على الخلافة من بعدي، لكن آه من سليمان إذا تولاها. قلها صراحة، إنك تريد أن تخلعه من ولاية العهد، لأنه لا يصلح لها يا ابن العم. فمن تراه يصلح لها يا أمير المؤمنين؟ أرى واحدا من أبناء أختك. يا أمير المؤمنين، إن العهد أمانة، فكن ممن وصفهم الله تعالى بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لقد بايعك الناس كما بايعتك أنت وأخاك سليمان في عهد واحد وعقدة واحدة، فإن خلعته أنت فقد خلعت نفسك، فيخرج عليك الطامعون في كل ولاية، كل منهم ينادي بنفسه خليفة أو ملكا أو أميرا، فينفرط عقد الأمة وتصبح ولايات ودويلات لا قوة لها ولا شأن، فتتكالب عليها الأمم تكالب الوحش على الفريسة. صدقت، وجزاك الله خيرا. يا أمير المؤمنين، لا تغضب من كلمة الحق ولا تفرح بكلمة الباطل، إن الذي أشار عليك أن تخلع أخاك وتغدر به هو نفسه الذي أشار على أبيك أن يخلع أخاه ويغدر به،
لكن أباك رحمه الله قطع الألسنة ولقي كل منهما ربه وقد وفى بعهده. بورك فيك، لقد صدقتني النصيحة كعهدي بك دائما. ها، متى ترجع إلى المدينة ولايتك؟ الليلة إن شاء الله. أمعقول هذا؟ أهذا أخ يحب أخته وأولادها؟ أكثر من حبه لنفسه وأولاده. لو كان هذا لما ضن على أولادك بالخلافة، ولما نصح زوجك ألا يبايع لأحدهم. ما نصحه إلا بالوفاء بالعهد، ولو نصحه بغير هذا أو وافقه على رأيه لكان شأنه شأن غيره ممن لا عهد لهم ولا وفاء ولا مودة في القربة. لكنه عمر. نعم عمر، وما مثل عمر. ولكني كنت أحب أن يوافق الوليد على البيعة لأحد أبنائك، فمن يدري؟ يدري ماذا يا عمتي؟ لعل الخادمة التي تزوجها حملت من وتنجب له ولدا، ثم تزين له أن يجعله وليا للعهد. كفى كفى، ما زوجه بها إلا أنت. أنت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا غضبت يا أخت الأمير؟ السلام عليكم. وعليكم. ما نزلت عن راحلتي إلا هنا لأطلق سراحك. هيا هيا اخرج. الحمد لله. لله الحمد في السراء والضراء، ولله الحمد في الأولى والآخرة. فأسألك به تعالى ألا تخزيني ولا توقعني في الحرج. أتساومني على حريتي؟ كلا كلا، ولكن أرجو أن تكف لسانك ولا يسمع الناس منك إلا خيرا. فهل تعاهدني على ذلك؟ لا عهد لأموي أبدا. انصرف. لن يسكت ذلك الرجل يا مولاي. الصبر زاد المؤمن وزمام أمره. اطلب شيخنا أبا بكر بن حزم ليحضر بعد العشاء إن شاء الله. لقد أعذرت فيه يا أبا حفص، فإن أتى أمرا يشق به عصا الطاعة أو يدعو إلى تفريق الكلمة وإثارة الفتنة بين الناس أو الإفساد في الأرض، فقد وجبت إقامة حد التعزير عليه بنص الآية الشريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عفى الله عنك يا أبا محمد، ولكن أين الاستثناء الذي جعله الله ساحة للعفو بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هديت إلى الخير يا أبا حفص، لقد قدرت على الرجل ونصحته وعفوت عنه، فإن تاب وكف لسانه عن الأذى فقد عصم نفسه. وعصمني أنا مما أخشاه وأفزع منه، أن أقيم عليه الحد 100 جلدة كما أمرني ولي الأمر. يا أبا حفص، لا يفزعنك إقامة الحد على من تجب إقامته عليه بما فرض الله من حدود وقصاص، وأعظمه القتل لمن قتل نفسا بغير نفس، وأقله التعزير تأديبا وتهذيبا. وهل ترى فيما فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حدود جلد الجلد عقابا لرجل مثل خبيب إذا لم يرتدع؟ روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضها بعضنا بعضا، أي ألا يختلق عليه بهتانا أو يقذفه بالباطل. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يهديه ويستر عليه حتى لا أضطر إلى ما أكرهه للناس ولنفسي. سأذهب إليه في داره وأنصحه. سألتك بالله لا تتركه حتى يعطيك العهد ألا يؤذيني قبل أن يؤذي نفسه. أطلق سراحة، كذا قالت عيوننا في إمارته. ماثرة تحمد لابن عبد العزيز، وجب علينا أن نقتدي بها ونطلق سراح سجنائنا. نوع من العصاة والمارقين والخارجين على الخلافة يا أبا عقيل. حبسهم عمك الحجاج الظالم ففروا إلى عمنا عمر بن عبد العزيز الأمير العادل. وستطلق سراح يزيد بن المهلب؟ زادك الله جهلا وغفلة أيها الجاهل الغافل، إن ابن المهلب جيش وحده، ولن يرى نور الدنيا قبل أن أرى أنا ظلام القبر. اذهب فأطلق سراح المارقين الهاربين من ظلم الحجاج، الطامعين في عدل عمر، العاملين على عزل عمر بمشيئة الله. أمرك يا مولاي. سنرى من يصلح للإمارة، العمري أم الحجاجي. أين يزيد بن المهلب وأخته؟ أين ابن المهلب؟ خرج، هرب يزيد بن المهلب؟ الويل لنا من الحجاج، الويل لنا من الحجاج. اقتلوا كل الحرس، ولو كانوا 1000 أو 100 ألف خذوهم اقتلوهم. أطلقوا الخيل في الشعاب وأتوني بابن المهلبية حيا، واكتب لا كتبت بعدها أبدا إلى قتيبة بن مسلم في خراسان،
وإلى كل عمالي وأمرائي في بخارى وسمرقند وأذربيجان وطشقند وكابل وفرغانة وكل بلاد ما وراء النار. ارصدوا ذلك الغلام الهارب واتوا به إلي مربوطا في ذيل حصان. وإلى أمير مكة والمدينة فقد يلجأ إليه. أيها الغبي، أنت لا تفقه شيئا، فلن يلجأ ابن المهلب إلى ابن عبد العزيز أبدا، ولن يجيره أموي من الحجاج. أيها الناس، أرأيتم ما فعل الوالي الأموي ببيوت أهل البيت وبيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هدمها. أين ذلك الأمير الأموي؟ أين؟ اتق الله في نفسك وفي الناس. وهل اتقيت الله في أهل البيت وبيوتهم؟ يا ابن عبد الله، أيهما خير للناس وللأمة الإسلامية كلها فيما هو آت من زمن لا يعلمه إلا الله؟ أن تبقى تلك الحجرات حتى تتهدم من القدم أو السيول وهي تحيط بالمسجد الذي ضاق بالمصلين من أهل المدينة ومن الزوار من سائر الأقطار في المواسم، أم الخير أن يصبح المسجد كما رأيت من سعة ورحابة للروضة الشريفة وزوارها؟ وتصنع جدران المسجد وسقفه بالحجر وتزينه بالفسيفساء كما تفعلون بقصوركم يا بني أمية؟ ولو استطعت لجعلته 1000 ذراع في 1000 ذراع ليسعى أكبر عدد من المصلين والزوار. فاتق الله وانظر إلى ما فيه الخير للناس في يومهم وفي غدهم، وانصرف إلى ما فيه الخير لك ولدينك. لن ننصرف يا ابن عبد العزيز ابن مروان، ولقد علمنا أن بني العاص قومك سيجيء عليهم زمن يتخذون عباد الله خدما ومال الله دولا بينهم. ألا لعنة الله على الظالمين؟ لقد أعذرت فيك. أقيم عليه الحد 100 جلدة كما أمر ولي الأمر حتى لا تكون فتنة. هذا أخشن مما يرتديه الأمير. ثمنه 600 درهم يا سيدتي. ولا هذا، خذيه لزوجك درهم. هذا ثمنه 1000 درهم يا سيدتي. أظن أن هذا أقرب إلى ما يرتديه الأمير. ولا هذا يا سيدتي، هذه أفضل ثياب وجدها درهم في السوق. أظن هذا أفضل.
لكنه ثوب واحد ليوم واحد. أرى أن هذا يصلح للأمير. انظر هذا يا أبا عبد الملك. سلام على أهل بيتنا وزينة حياتنا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما لي أرى حبيبتي زينة مهمومة حزينة؟ هذه الثياب هدية لك من زوجة الحجاج. زوجة الحجاج؟ الحجاج؟ وأين رأيتها؟ وما المناسبة؟ الحجاج؟ هدية الحجاج إلى أي أحد؟ كفن. أين رأيتها؟ اذهب إلى دار الأمير تجدها وتجد حجاجا آخر. حجاجا؟ ما هذا التخريف؟ حجاجا آخر؟ آخر؟ يكفي للدنيا هذه حجاج واحد لأملأ الأرض ظلما. ومن كان الأمل أن يملأها عدلا؟ يعلم الله. لا أمل في العدل ولا المساواة ولا الرحمة، وقد أوشك العدل أن يصبح حلما. إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، نصره الله على أعداء الدين وخصومه المارقين. أما بعد، فإن الحجاز كله أصبح مهربا وملجأ لكل مارق عاص خارج عن الطاعة الواجبة لأمير المؤمنين. وإني أخشى أن يستفحل الخطر ويتسع الخرق على الراتق، وتكون فتنة ترمي بشررها إلى سائر الأخطار. وفي ذلك وهن وضعف وذهاب لريح الأمة وهيبة الخلافة. هذا في الوقت الذي تتقدم فيه طلائع الإسلام وترتفع راياته في سماء أقصى بلاد المشرق، حيث فتح الله علينا سمرقند وخوارزم وما حولها في بلاد الصين. فأبشر يا أمير المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. ولقد أرسلت مع رسولنا كتابا به خطة لفتح جديد إن شاء الله. ثبت الله ملككم وأتم نعمته عليكم إلى يوم الدين. والسلام. أين الكتاب يا بشير الخير؟ انظر بالمؤمنين وانظر ما تلك الخطة. غزو بلاد السند والهند بجيش يقوده محمد بن القاسم. وما النصر إلا من عند الله. اذهب أنت الآن وانتظر ردنا على رسالة الحجاج. أمرك أمير المؤمنين. والآن ماذا ترى فيما عرضه الحجاج في صدر كتابه عن الحجاز وأميرها عمر؟ الحجاج كتب رسالته بمكره ودهائه المعهود، فبدأ بالتحريض على أميرها في تهويل ومبالغة ليصرف أنظاركم عن هروب السجناء، خصوصا خصمه يزيد ابن المهلب، وكأنه يريد أن يقول إن ابن المهلب قد هرب إلى عمر. الحجاج لم يقل هذا يا أبا أيوب. وإذا هرب ذلك الرجل فلن يلجأ إلى عمر، فعمر كما تعلم لا يبغض إلا رجلين، الحجاج وسجينه الهارب.
عمر كما تعلم لا يبغض أحدا، لكنه يكره الظلم وهم. ولأنه يكره الظلم فقد فتح الحجاز وجعله ملجأ للمظلومين، أليس كذلك؟ أليس هذا هو ما يقوله الحجاج؟ أليس هذا هو ما نقله إلينا أعواننا في الحجاز؟ أم أن حبك لابن عمك غطى على بصرك يا ولي العهد؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.